تمام التنفيذ واضح. تم استهداف قرية البارة من يومين بأكثر من قذيفي، نتج عنها عدة إصابات وشهيدي. اليوم الساعة 10 صباحا تم استهداف القرية بقذيفتين مدفعية. الاستهداف كان لمحل إسماني، نتج عن هذه القذيفة 7 إصابات. الساعة 10 تقريبا أنا بارك في بيتي، سمعنا صوت قذيفة نزلت، فشغلت أنا سيارتي وجيت لمحل ما نزلت القذيفة، فطلعت نازلة في دكان إسماني، طبعا هذا موجود هون في البلدي، فقمنا بإسعاف المصابين. نحن عم نسعف نزلت قذيفة بنفس المكان، يعني بحاولت ميليشيات الإيرانية استهداف فرق الإسعاف والمسعفين، إن كان مدني ولا دفاع مدني ولا مين ومن كان، نزلت في نفس المكان. طبعا الإصابات 7، طفلين شاب وبنت وصاحب المحل، واثنين غرب وواحد كمان من نفس الحركة متواجد في الدكان. الاستهداف كله اجى من الميليشيات الإيرانية الموجودة في بلدة كفرنبيل. قاعدين في البيت والله لا شغلي ولا عملي، ما شفنا الا القذايف عم تنكت على البوره، كل يوم عم يضربوا البوره. وهي هلا اليوم ليك شوفت عينك، اليوم قاعدين ما حسينا ودرينا الا صار القصف، وصار في عنا اصابات، وصار في عنا يعني هذا الدمار كل يوم في ضرب. هذا كله من وراء ميليشيات الاسد وميليشيات ايران وميليشيات حزب الله. تعرضت قريه الباره في اليومين الماضيين، من يومين واليوم، الى قصف بالمدفعيه. جانا أثر القصف هذا من يومين، جانا 5 إصابات، كان في إصابتين منهم خطرة، إصابة في مرة توفيت وفي إصابة ثانية خطرة. الإصابات كان في إصابات وعائية وفي إصابات بتر وفي إصابات حسنا نتعامل معهم هون كإسعافات أولية وضماد. نفس الوقت كمان اليوم جانا إصابات من قرية البارة، كمان عندنا إصابة خطرة وإصابتين خفيفات، وفي إصابة حولناها كمان في عندها حالة عظمية.